السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا مع عمكم، يعني العريضة، عمكم العريضة مسكين اللي خرج يعني ويتخبط. هو كذاب، هو كي تقول له عليك تكذب يزيد يكذب عليك. الكذاب اشتوالا كي تقول له عليك تكذب غادي يزيد يكذب عليك. نتحداه يجيب تسريبات، انا عندي تسريبات. هو يهدر في هذا عبد الله، هذا بو كلبه، هذا يهدر في ذا الناعم، يهدر في ذا الهاشمي، يهدر في هذيك ماما افريكا، يهدر في صحابه. هو يجيب يكذب سبحان الله. قال لك هم يقصوا كلام الكلام ويجيب، وقال لك هم يديروا ويجيب ويقصوا منا، جيب لنا ظنك. احنا انا واحد من الناس، انا نتحمل المسؤوليه تاعي كامله. انا من بكري ما نامنش، كي نبغي نخدم نخدم وحدي. تبعتكم باش تخرج تهدر كل حلوف، تخرج تهدر انت جبتك سيدتك كل خنزير، وما زال جماعتك واحدة اخرى. سهل ما زال ما يمنو غادي محكمة ومنو منو منو محكمة. ولا تتهم في الناس باللي خوانا، راه ما عندي، راه ما عندي، عندي كلش. كيف تتهم انت في مسؤولين بالخيانه؟ ياه كيف تهدر انت يا باللي المراديه راهي معمره مخزن؟ تقول المراديه معمره مخزن بالصوره طالقه وتصويرتك، واو لله. كيفاش ويونو كاين بزاف صوالح جابت اسماوات. هذاك كيسمو، هذاك كيسمو، هذاك هذاك الكلب تاعك، الجرو تاعك جابت اسماوات بزاف، حتى تسريبات. غادي بعد تسمعوا لوحكم وخرجوا كذبوا فاني خاطر علاه كي نديروا لكم كيما تخرجوا تكذبوا. على بالنا بلي تخرجوا تكذبوا. قناه تاعك تطرطق الاخرى شعل فيها النهار، شعل فيها من المليون. قناه تاعك تطرطق ما تطرطقش ما تكذبوا في اللي تيترو سايق هذا مكان. تقول القناة تاعي طرد قاتو منا ومنا وانت تبكي. اما عندي تبكي 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 في بلي سمعك ذرك تبلوكي في الناس وكلش، بلي قناة تاعك ريبوها لك. اما عندي هنا تبكي هذا الكلام التالي اللي مديته فانك عطيتو لهذا الناعم اللي انت تعرفه. انا عندي انت تهدر في الناعم، هذا الناعم اللي انا ما والله ما هادي جرى عندي تسريبات تاع النعيم. تما راني نكمل في التسريبات تاعو، بعد نولي بالواحد، من بعد بالواحد. هذه هي هذه النعيم. انا ما فهمت شكون ذا النعيم انايا، والله ما فهمته والله العظيم. سمعوا تشوف، سمعوا هذه فانيك وين يتهم في الدولة، يتهم في الدولة، هذا يتهم في الدولة في تدخل في السبور. وهي احنا نعرفوا باللي كيكونوا قرارات يعني من اعلى سلطه، يعني من بدء التصليح الاصلاح ودير ومنه ومحاسبه كلش يجي مطرق من فوق. كي الدوله، كي الدوله تزود صيك مكاش مكاش. هذا قليله. بوركوا تتهم بلادك؟ بوركوا تتهم الدوله بالتدخل؟ يا بوركوا ايا قولنا بوركوا يا على تكذب. من بعد مين يفيقوا بك تخرج تزيد تكذب؟ على بالك ما تكذب، راك تكذب على الناس برك اللي امنوا مسكين مساكين باللي الماتش يتعاود 8 شهور وانت تكذب. وتعجبني مين يدير لهم كيما هذو اللي خروطوا ودي 8 شهور 8 شهور وانت تخرط وجاي مع التاليه تتهم في الناس بالخروطوا، واو لله. على تكذب عليه اليوم اسمع روحك، رانا قاسين لك، رانا قاسين لك كيما ديرو، رانا قاسين لك، راني قاس لك، قسيت لك، انا قسينا لك، قسينا لك، قسينا لك التسريبات تاعك. اسمع ولدي خويا، اسمع خويا الهاشمي، ليس هذا يعتبر تدخل السلطه مباشره؟ وراهم يخلطوها على الجزائر
قرار وزاري باش يمنع المترشحين ويبدل القانون و و و و و و يعني هذا ليس تدخل السلطه في الدوله في الرياضه. بس بوركوا تتهمل بلادك تايا يا انت الدوله سلطه مخلط لها والديها تدخل السلطه ولا الدوله في الرياضه هم مالك شكون اللي بناو الملاعب شكون اللي بناو الملاعب لعابه جاوا بناو الملاعب انت بنيت الملاعب كون ما تكونش كاينه يعني قرارات من اجل اصلاح الرياضه كيف انتوما انا ما تهضروش على النهار اللي داك باكرو تاع فرنسا ماكرو تاع فرنسا متدخل شخصيا وقلع رئيس الاتحاد كره القدم الفرنسيه انا ما تهضروش ما تقولوش اه ليك الدوله دخلت اه ليك ها يا انا ما تدخلوش انا ما تهضروش ولا الديمقراطيه باغي ديروها غير هنا في الجزائر الديمقراطيه تاعكم يا الديمقراطيه تاع لي كولار بغيتو ديروها لنا هنا في الجزائر يا بوركوا ايا قلنا بوركوا وهذه يا درا التسجيل هذا راني قاطع منه كيما دير معاك قاطعين كوكو كوكو مسكين والله العظيم مساكين اوه اوه على بالنا يا كنا عايشين هانيين يا اختو عايشين هانيين يا اتهامات الخطيرة على مسؤولين في كرة القدم شكون اللي كان يتهم فيهم عندي كلش هنا عندي حتى بالخفاء وانت تتهم في وزير الشباب والرياضة كيفاش كلام واحد اخر ما انا ما شو التسريب عليك تقول هذا عمكم العريضة يقول لكم باللي كيسموها يا ربي قال لكم راهم ينقصوا لي من الهضره وهذه الهضره اللي هادرها انايا اللي هادر هذه الهضره راك هادرها صعب الشعب ما سمعش باللي انت قلت باللي صادي راه يوجد با يهرب با يروح لفرنسا با يدخل من تونس من تونس يعطيها لفرنسا الشعب ما سمعهاش قلتها للشعب هذه قلتها له لي زابوني هذوك تاعو قال قلت لهم والله لا بصح قلت لهم ما قلت لهمش واو لله خرج تسريبات خرج اللي عندك كذب هاو جاي تهدر هاو جاي تقول لهم قاسا ما غادي يتعاقب هاو جاي تقول لهم ايطو باك حسب تاع ايطو غادي عنده طفله غير شرعيه ومنه ومنه باك حسب هذه باك حاسب كيما انا اللي كذبت عليهم قلت لهم الاتحاد الليبي الاهلي الليبي رفض الملف تاع الاتحاديه الجزائريه وراح اداه القاط اداه للفيفا وغادي غادي غادي نعاودوا الماتش باك حاسب كيما هكا يا باك حاسب كيما هكا كلش كاين رد لنا على هذه تشوف ما غاديش ترد ما غاديش ترد على بالنا على بالنا راني نقول لك بلي عندي تصريحات وحدة اخرين كاع ما انا على قلت لكم بلي ما زلتو ما سمعتو والو ما زلتو ما سمعتو والو راك تشوف يتهم في الدولة نورمال يتهم في الدولة نورمال تدخل السلطة في الرياضة هو لازم يكونوا قرارات سياسية من اجل يعني اصلاح رياضي او غير هاك شكون اللي بيتكفل شكون اللي غادي لازم يكونوا قرارات في طوع يعني العصابه والناس تاع التخلاط تاع الجداق تاع الجداق اليابس باش ما يدخلوش وخر المحاسبه روح 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 وقلناها لكم انكم كاين تاع كاين واحد لي بريزيدو غادي ما يدوروش غادي صايك هذه هي هاو كاع قلناها لكم وانت يا وجراوك تتهموا في الناس كيما ذاك الجرو تاعكم يقولوا الكلب تاع لي مالك والكلب تاع
تاع والي تصادي، هذو الجزائريين علي بالك جزائري الفاسد ماشي فاسد الله يسهل، بصح جزائري والي تصادي جزائري الحاج محمد راهو جزائري، انتوما جزائريين كاع الناس جزائريين، بصح باش تتهم وتوصل تاع الناس كيما هكا أم عندنا ضرب نعاودها لكم ضرب نعاودها لكم. ما تنساوش عطونا شيئا كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاوعنا، وان شاء الله دايما معاكم بجديد، واللي انت ابوني معنا وربي يحفظنا ويحفظكم.